السلام عليكم، باش غادي نفصل معاكم هذا الموديل. هذا كيجي على هذا الشكل. هاد الكسوة عندها هاد البليات في الصدر، غادي نفصلها معاكم تشوفوا ان شاء الله الطريقة ديال الفصالة، طريقة الخياطة. نحط لكم جوج فيديوهات. هنا عندي التوب فيه 2.5 متر كما كتشوفوا، هذاك هو الطول ديالو. غادي نطويه دابا على جوج في الطول على هاد الشكل. ندير الحاشية من جهتي، وغادي نولي نطوي على 4. هاد الجهة المسدودة غادي نديرها على الحاشية، ونخلي واحد 2 سنتيم ديال الحاشية خارجة من قاد التوب. هنا راه طويتو على الطول كما شفتو معايا، وطويتو على 4. خليت الحاشيه من جهتي، وداك الحاشيه ما كنحسبهاش، داك 2 سنتيم ديال الحاشيه راه ما كنحسبهمش. نقاد التوب ديالي، التوب هذا كيسحت شويه، كيعذب شويه في الفصاله. هنا غنحط الكتاف ديالي. عندي في الكتاف 40، ونزيد 1 سنتيم ديال الخياطه، كنهبط 3 سنتيم ديال الكتاف، نهبط 21، وقبال تهانيشان تكون عندي 21. صافي، وكنحط خط الصدر. عندي 27، دائما نزيد الخياطة سنتيم ديال الخياطة، ولا حتى لجوج كما قلت لكم. الا كنتو اول مرة كتخيطوا شكليا تزيدوا 2 سنتيم ولا حتى 3، من الاحسن حتى ديروا لي سياج. هنا كان درت 7 سنتيم الدورة ديال الرقابة، وكنهبط 3 سنتيم، كنطيح داك 3 سنتيم بالكتاف. صافي، وكنحط خط الحزام. الطول ديال الحزام عندي 40، نزيد 1 سنتيم بالخياطة. صافي، غادي ندير خط مستقيم ديال الحزام باش نحط الدورة ديال الحزام ديالي. عندي في الدورة ديال الحزام عندي 26. صافي، كنجي البيستولي ديالي كنحطها على هذا الشكل هذا، وغادي نحطها في التركيز. صافي، على هذا الشكل. راه ساهل هذا الموديل، هذا ماشي شي ما فيهش شي صعوبات. الصعوبات اللي فيه هي في داك لي بلي اللي عندها لي في الصدر، ولكن حتى هما راهم ساهلين ما صعابينش. كنجي لداك الكوطي للجنب، وكنطلع 2 سنتيم. داك 2 سنتيم كنصيلها المنتصف ديال الدوره ديال الحزام على هاد الشكل هذا، باش ما كيجينيش داك الجناب طايحين ملي كتلبس الكسوه، ما كتجيش الخياطه طايحه من الجنب، كتجي في اللبسة زوينة. صافي، دابا كنحيد الخلف، وكنهبط 7 سنتيم في الامام. كندير داك الدورة ديال الرقبة ديالي. كنهبط 14، وندخل 2 سنتيم في الامام، التركيز ديال الامام. كنجيب على هذا الشكل هذا، كما كنحط البيستولي اما كندورها غير بيديا، ماشي ضروري ديري بالبيستولي. صافي، كتخرجها للكتاف، كتخرجي زيرو، ما كتاخديش من الكتاف باش ما يوليو لك صغار، تنقصي منهم. كنقص 2 سنتيم من الامام. دابا حيد داك قديت التوب ديالي، قطعت داك القطعه اللي كانت باقا لاصقه، وغادي نفصل الصايه التحتانيه للجيبه اللي عندي من التحت. غادي نولي ندير التوب في العرض باش تجيني الصايه عريضه.
الا خليته هكاك على ربعة ما غاديش يخرج لي الصايه فيها العرض من التحت، ما يخرج ليش فيها الايفازي. كما شفتوا كنولي نفصل الثوب في التنكيس في العرض. دابا الحاشيه هي اللي ولات لي من الفوق، وكنجيب كنطوي داك الجهه اللي محلوله كنردها لهنا، وكتجيني مسدوده من جهتي كيكونوا مسدودين. داك الربعين اللي عندي الفوق ما كنحيدها ما كنحسبهاش، وكنحط الطول ديالي. هنا الطول الكلي عندها 44، وكنزيد واحد 2 سنتيم ديال الخياطة. عندها عفوا في الطول 1.44 متر في الطول ديال الكسوة كامل، وكنزيد 2 سنتيم ديال الخياطة من تحت ديال لوغلي. نزيدو 2 سنتيم من التحت، والسنتيم اللي غيمشي لي من جهة الحزام حتى هو دائما كنرد له البال. نزيدو المهم نزيدو 4 سنتيم ديال الخياطة من الأحسن. كنحط داك 26 ديال الحزام اللي عندي، وكنزيد عليها واحد 16 سنتيم ديال داك لي فخونس اللي كندير في الحزام. زيدي 16 ولا تزيدي 13 على حساب كل واحد شنو بغا. الا بغيتيها تجيك بزاف في هذاك الكشكاشه ولا داك لي فخونس تزيدو بزاف، تزيدو حتى 20. انا هنا زدت 16 وصافي. وكنخرج النهايه لتحت الايفازي، كنخرج زيرو الايفازي من التحت. درت فيه 50 الدوره ديال الكسوه من التحت، جاتني فيها 50 في الربع، كتجي عريضه من التحت. كنحط داك السنتيم في الوسط وكنبقى دايره، وكنبقى ندور داك السنتيم باش تجيني الكسوه من التحت، تجيني دايره ما تجينيش طايحه من الجناب على هذا الشكل هذا. صافي كنقاد من الفوق، كنحيد داك الحاشيه وكنهبط هاد التراساج ديال الطباشير. كندير كرانه في المنتصف ديال الصايه باش نبقى عاقله من كون كنخيطها. هنا الطرف اللي بقالي غادي نخرج منه الكمام، هاد الطرف هذا اللي بقالي من التحت هو اللي غادي نخرج منه الكمام ديالي. كما شفتوا راه كافي، غادي يكفيني. هنا غادي نعبر التركيز ديالي شحال فيه، غادي ندور عليه السنتيم ونعرف شحال عندي في الدوره ديال التركيز. غادي نحط هنا العبار ديالي اللي عندي في التركيز، غادي نحطه. غادي نهبط 13 سنتيم، غادي ندير خط عندي في الطول ديال الكمام عندي 59. الدورة ديال البونش غندير فيها 16 باش غادي ندير فيها لي فرونس تجيني فيها لي بلي، وتما غادي ندير خط غادي نسال النقاط لبعضياتهم. غنحط الدورة ديال الدراع عندي فيها 19، ونهبط واحد 7 سنتيم وندير الدورة الدراع. صافي راه جاياني على الحرف، ما غاديش نقص. داك المسافه كنقسمها على 4، كندخل سنتيم من التحت ونخرج سنتيم من الفوق. الطريقه ديالكم راني حطاها معاك ديال الكمام ديال الفصاله ديال الكمام راني حطاها معاكم شحال من مره اي باش تفهموها اكثر. صافي داك الدوره ديال الكم
كتكون عندنا فيها قد الدورة ديال التركيز. انا عندي فيها 27، خاصها تكون فيها 27. صافي تما راه غادي ندير لي فرونس، يجوني مجموعين، ندير كرانة هنا في المنتصف ديال التركيز. هادو هما الكمام ديالنا. هنا غادي نفصل داك الباندات اللي غيكون ديال الازرار، غادي نفصل جوج، كنعبر داك الهبطه شحال فيها حيت غادي نلصقهم تمايا. انا عندي فيها 33، غادي نفصل فيها 33. يمكن لكم تزيدوا واحد جوج سنتيم حتى تخيطوا، عاد تقادوا هذاك الساعه تحيدوا باش تفصلوا الزايد وما تفصلوش الناقص. صافي العرض ديالها راه كندير فيها 4 سنتيم، وكنفصل جوج في دقه واحده باش يجيوني متقادين، يجيوني نفس العبار. هادو هما داك الباندات، داك المارد ديال الصدايف اللي غيكون عندي فيهم الازرار، وحده تكون فيه الازرار وحده يكون فيه داك العيون ديال الازرار ولا شنو كنسميوهم. هادي الباندا اللي كتكون عندي فيها لي بلي، راني شديتها بالبانكات حيتو كيسحت كما شفتو. هنا راه كنديرو داك الدوبل ديال داك الباندات. وحتى هي راه كندير فيها 4 سنتيم. هادي هنا راني غادي نخرج جوج باندات، كما قلت لكم هادي راه يمكن لكم ديروا الدوبل ديالها وتزيدوا عليها عاد، ولا يمكن لكم تنقصوا على حسب. الا بغيتوا داك لي بلي يجيكم بزاف ولا يجيكم كبار ولا يجيكم غير شويه ويجيكم صغار، كيبقى الاختيار ديال كل واحد. هادو داك القطعات راهم جوج، كل وحده فيها 8 سنتيم، ومي غادي نطويوها على جوج غتولي عندنا فيها 4 سنتيم. هنا كندير داك الكول اوفيسي، كندير في العرض ديالو 4 سنتيم، الطول كندير فيه 24 سنتيم ولا 23. هو الطاي ستوندر كتكون فيه 24. انا هنا راه كانت مدرش الفتحة ديال الرقبة كبيرة كما شفتو، هبطت غير بسبعة ما هبطش بالتسعود، فعندي هنايا فيه غيكون غير 22. صافي وداك القنت كنقنتو، كنجيبو مدور ما كنخليهش مقنت، كنجيبو داير، كندخل واحد السنتيم من داك القنت وكندور. راني حاطه معكم الطريقه ديال الفصاله ديال هاد الكول، الا بغيتو ترجعوا للفيديوهات وتشوفوا حاطه الطريقه ديال الفصاله بالتفصيل، وحتى الخياطه ديالو حاطاها. هنا غادي نفصل الباندات ديال داك الاسوارات ديال الكمام كما شفتو، كنجيب داك القطع اللي شاطولي ومنهم كنخرج داك الباندات والكول. كنجيب هنايا جوج قطع، راه مطويين عندي هنا على 4، لا كلكم خصني ليه جوج قطع. كندير في الطول ديال الاسواره كندير فيها 24، والعرض كندير فيها 5 سنتيم.
كنحلها من داك الجي، حيت غادي نحلهم غيكون عندي قطع جوج مفاصلين على بعضياتهم، وعاد نولي نخيطهم. صافي، هادو هما الاسوارات ديالنا، ساليناهم. كنجي كنفصل الحزام، كنحاول نخرجو من هاد الطريفات اللي شاطولي. صافي، هادي هي الكسوة ديالنا، راه ساهلة في الفصالة ديالها. والخياطة ان شاء الله تشوفوا الفيديو ديال الخياطة، حتى هو غادي يكون ساهل ومشروح. ونتمنى يعجبكم الفيديو، اللي عجبها الفيديو ما تنساش تخلينا تعليقات مشجعة. السلام عليكم ورحمة الله.